وماكلتنا بنينا وجيرتنا دق علينا عشاق عبيدة في الفرحة ملمومين. عبيدة محبة وتصنيف وعشرة سنين. نحن اللي ديما نقراو حساب الجار، نقسموا اللي كتب وما ننساو حق اللي شقاه وتعب. كي نودو نودو بالوافي، اللي فما فما، ونعطيو كار اللمة، وديما الخير بزايد كيف العادة والعوايد. نحن هك توينسا وسرنا المحبة، وردة سرها المحبة. جبن مرياح مياه بالمياه حليب. مع سمحت شيف مسهل هالبنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلنت كاليتي. أنا جربت بالما، وانتي وقتيش؟ بالما، source de nature au quotidien. بعد فورنيتو حلو ولا مالح؟ بن على بنة، فورنيتو تسهل عليك الكوجينة. مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقة اليوم الجمعة باش تكون فما برشا ثقافة من الحاجات، مثلا باش نحكيو على مسرحية رجال للرجال بركة، مسرحية لنجوى ميلاد، باش نتعرفوا على المسرحية هذه من بعد شوية. كيف كيف فما الكاتبة متاع كتاب ولد فضيلة، الكتاب اللي عمل ضجة في معرض الكتاب وكانت المبيعات محترمة جدا. كيف كيف باش تكون معنا بعد شهرزاد هلال الفنانة التونسية، باش نشوفوا شنو عندها جديد وغيره. بيان سور الأركان تعودوا عليها موجودة معنا في حلقة اليوم الجمعة. مثلا بعد باش تلقاو معنا كاهنة غزيل باش تحكينا على برودوي بي موغا الطبيعية. ما توا نقولوا بونجور لي فيفي. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، إن شاء الله يا ربي نهاركم زين الزين. كيما العادة والعواد نحب نقول لكم تبعونا بعد في نشط الخنار على خاطرها فيها منا ومنا مخلطه بالكدا اليوم. صباح الخير حبيبه، مرحبا بك في الكادر. بونجور دادو، مرحبا بك في الكادر زيدا. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله قهوتكم بنينه، وان شاء الله نهاركم بنين. وكل عاده والعواد حطوا طنجاتكم على الشيف فتحيه وعاودوا تفرجوا فينا في الغديف اللي هي من الاربعه للسته. دونك نقولوا بونجور شيف فتحيه. صباح الخير، نهاركم زين الناس الكل، نهاركم اسعد الايام. انا اليوم نهار جديد، حاجات جدد اليوم، باش نعمل حاجات بنينه برشا بالسميد. اليوم اخترت باش نخدم بسميد ورده، باش نعمل القرص بالتمر، وفما قرص اخرين بالجبن. الوغ اليوم حافله ان شاء الله، تابعوني وخذوا رسات كما قالت لكم حبيبه، وحطوا الورقه والستيلو قدامكم باش تلقاو الرسات اللي نعمل فيها بالديتاي. ما نسيب ما فلت عليكم حتى شيء، كله يبدا واضح. والحار شافت حياة. نعم. المالح. المالح مشان. بين بعد شوية باش نكون إن شاء الله معنا الشيف أيوب، ما توا خاطر البارح ما جاش. دونك إن شاء الله اليوم يجي، هذاك علاش، ما توا نقولوا نشوف السبوت الخاصة بالما ونشوف الكوتش أمير شنو محضر. مي بالما، مي منبع طبيعي، ريش أو مانيزيوم إي أون كالسيوم. بالما، أونو دون إكسلونت كاليتي. أنا جربت بالما، وأنتي وقتاش؟ بالما source de nature au quotidien. Merci beaucoup Fatou. مع السلامة، مرحبا بكم الناس الكل، معكم أمير بيبسي كوتش في بيبي جيم. اليوم مش نوريكم اكستريم تاع بودي كومبا 73. البودي كومبا هو سيتان ميلونج دي زار مارسيو. باش نوريكم بروميير شانسون اللي هي ايشوفمون بارتي سوبيريور دو كور. اوكي يلا، اللي في ديارهم ينجموا يتابعونا. Allez, légère contraction abdominale. Garde haut. Les deux jambes en parallèle, rotation à droite, double chair. Go! One, two, bravo!
شوية موسيقى بالله. One step, one jump. One step. Les amis, on va accélérer. Trois rapides. One, two, three. One, two, three. Bravo. Légère contraction abdominale. Poitrine dégagée. Position de base. Let's go. Jump plus. One, two, one, two. Envoyez les épaules. Bras tendus. On va changer. Uppercut. Go. Envoyez les épaules. Et respiration régulière. Décollez vos temps d'arrière. Maintenant, combinaison. 4 jump plus. Uppercut. 4, 3, 2, jump. Uppercut. Activation cardio-pulmonaire et mobilisation articulaire. Again. Les amis, on cherche la fluidité de l'exercice. Notre combinaison, c'est deux crochets et quatre ciseaux de droite-gauche. Vas-y, go! 1, 2, 3, 4. Two de top. Again. Maintenant, niveau 2, twistez légèrement les épaules pour activer les abdos. Suivez le mâchoire de l'adversaire. Levez le coude. One more challenge. 5, 4, double, chair. Les amis, on va accélérer. Trois rapides, go. 1, 2, 3. Long step. Lance dance, jab, go! Oh my god! Hey, les amis, préparez-vous! Contractez vos corps! Uppercut! Here we go! Mouvement ascendant! Fluide! Toujours 90 degrés! Et c'est le montant de l'adversaire. Combinaison 4-4. Uppercut. Jab. Concentration complète. Et construisez la conscience. C'est dans la tension que se trouve la force. Again. Les amis, on va commencer à augmenter l'intensité. Vous rappelez la combinaison? Yes or yes? Here we go, DJ! Excellent travail! Serrez les poings, contractez les abdos. Maintenant plus fort, encore 4! 4! 3! 3! 2! Finish! Bravo, bravo tout le monde. Inch'Allah, tu as aimé le خدمة. كنت حبوا أكثر أمبيانس. لازم تزورونا في بيبي جيم. هكاك نلقاو كور كامل يقعد 50 minutes non-stop. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci coach Amir. نشوفوا توا الأبراج شنو مخبيت لنا الأسبوع هذا مع عامل فلكين تونسي سي عمار الورداني. بداية ببرج الحمل. نقول له عندك نظرة عامة في هذا الأسبوع جيدة وتطورات وشخصية تكون لصالحك وتقدم على نطاق شخصي وزيارات والتزامات مهنية ودراسية وأسبوع ديناميكي عالي وصحي ومعنوي. بالنسبة للعاطفة تكثر النقاشات الحساسة اللي تجعل العصبية بينك وبين العشيق. الصحة ابعد عن الضغوطات بقدر الإمكان. الثور يرجع حماسك وتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي. تفرح ويجيك خبر يفرحك وتكون سيد الموقف. بداية هذا الأسبوع مفرح ومربوح ومثمر وتوضاح فيه مسائل عالقة. بالنسبة للعاطفة هذا الأسبوع يطمئن قلبك وتعود المياه إلى مجراها الطبيعي وتتحسن اللقاءات إن شاء الله. الصحة ق
قلة النوم تخليك تحس بالإرهاق والتعب. حاول أرقد وريح بالك وريح ضميرك، لأن مشاكلك ماشي وتزيد ماديا قد يكون وعاطفيا وبرشا حاجات. الجوزاء تبشر الأوضاع بتحسن ملموح وتكون الظروف مناسبة وواعدة بخير أو تسوية وانطلاقة مرحلة جديدة. العاطفة رد بالك من تصرفك العدائي والمتهور وابعد عن توجيه الكلام الجارح إلى الحبيب. الصحة تشعر ببعض الأوضاع على مستوى المعدة وهذا بسبب الأكل متاعك خارج البيت. السرطان صعوبة لإنجاز مهامك وأعمالك هذا الأسبوع. ما تعرضش وظيفتك للخطر مهما كلف الأمر وتحلى بالصبر. المطلوب مساندة الحبيب والوقوف بجانبه والمدافع عن حقوقه وشؤونه. الصحة تشعر بالأغماء بعض الوقت وهذا بسبب قلة التغذية. الأسد انهاء المفاوضات بانتظارك. أفراح ومستجدات تتردد أيها الأسد في توسيع اتصالاتك وزياراتك. مع من الممكن عندك سفر خارج الوطن. العاطفة علاقاتك الحالية وظروفك جميلة وتكبر الأمان بينك وبين الحبيب. الصحة زيادة وزنك نتيجة الأفراط في تناول الحلوى. نقص متمخميخ يا برج الأسد، راهي كرشك ماشي وتزيد أنا على روحك. العذراء تختفي المعاكسات وتدخل في فترة نجاح وعندك صفقات تجارية ونشاط واستثمارات جيدة. العاطفة حياتك العاطفية مشحونة بالضغوط. هذا أسبوع متقلب وتكثر فيه الخلافات بسبب عدم تفهم الحبيب وعدم اهتمامه. الصحة تشعر بصداع مستمر هذه الأيام وسبب ضغوط في العمل والدراسة. الميزان تتحسن معنوياتك وتجاهد وتسارع وتحقق أرباح وتعيش أسبوع ناجح. أما بالنسبة للعاطفة تعيش أوقات حلوة وتميل إلى الرومانسية وتبعد الشكوك مع الحبيب ويطمئن الضمير. بالنسبة للصحة برج الميزان أنت ديما في تحسين وضعك الصحي. العقرب هذا الوقت مناسب لفتح صفحة جديدة في من حياتك وعندك انفراج مالي وضربة حظ من القدر لصالحك. العاطفة تهيئ لمصالحة وعود الحبيب. الصحة تجنب شرب المنبهات حتى لا تؤثر على جهازك العصبي وحاول الحصول على إجهازة. القوس حافظ على تركيزك وما تضيعش فرصة الترقية. وقت مناسب لتوسيع طموحاتك وتحسن مركزك. العاطفة التحمس متاعك في مساعدة الحبيب هذا يساهم في تعزيز الروابط العائلية والعاطفية. الصحة صلح أمورك من جديد حتى لا يكون مشاكل صحية من جديد. الجدي ترجع الرصانة والهدوء والوقت المناسب للانطلاق في مشروع جديد وتقوم بخطوة فعالة. أسبوع واعد بالانفراج. العاطفة بعض الغضب والفوضى تحتاج إلى مراجعة أوضاعك. الرياضة تحسن من مزاجك وترجعك أكثر للهدوء. الدلو استفيد من حظك هذا الأسبوع وتنجز أعمالك وتخترق الحواجز بتفاؤل تام. أما بالنسبة للعاطفة فترة استقرار عاطفي وتلقى في الحبيب صديق ورفيق وهذا يساعدك على الإفصاح على مشاعرك الهائلة. بالنسبة للصحة تجنب المواقف اللي تسبب لك الضغط العصبي.
رغم برج الدلو باهي وعسل راه، اما كي يتغشش في الوقت المناسب لازم يتغشش زايد. الحوت عندك اهتمامات وانشغالات عائلية ومنزلية وشخصية لا أكثر ولا أقل. العاطفة أسبوع هادي وخالي من المشاكل والجدالات. الصحة برج الحوت حاول افهم رأس مالك هي صحتك، من غيرها تكون الحياة صعبة. هذا بالنسبة للأبراج هذا الأسبوع. دونك هذه كانت الابراج. اما توا نستقبلوا مع بعضنا كاهنا غزايل باش تحكي لنا اليوم على برودوي بي موغا طبيعي. صباح الخير كاهنا، شو احوالك؟ بونجور، مرحبا. اهلا، الحمد لله. دونك كاهنا باش نحكيو على البرودوي، باش نحكيو انتم وين في المعارض بالضبط. اما قبل نرجعوا واحده شفت حياه. مرحبا مرحبا بضيوفك. انا هنايا باش نحط نكيل الجروس هذوما اللي قلت لكم عليهم. ناخذ اسميد المتوسط ورده هو اللي نكيل بالصحفه والا بالكيلو. انا نسهل عليكم نكيل بالصحفه، نحط زوز اصحاف سميد متوسط هو اللي اكثر معناها اكثر كميه نحطها بالسميد المتوسط. ومن بعد نجي نكيل صحفه سميد ارطب باش يعطي اكثر العلك، خاطر سميد الارطب فيه برشا علك، ما يزموش برشا معناها يزم يتلم. هنا نحط صحفه سميد ارطب ونحط جست باش يقعد فيه اكل الحروشيه نتاع السميد، على خاطر كي يبدا سميد خشين يعطي حروشيه بنينه. نحط شطر الصحفه سميد احرش، الكل سميد ورده تشوفوا كيما تشوفوا فيه سميد، ما فيهش الحبه الكحله، فريمون مزيان لونه بركه كي ذهب ما شاء الله. الوغ نخلط هذوما الكل بالقدا بالقدا بالقدا. ومن بعد نجي نحط مغرفتين نتاع ماكله سكر ومغرفه ملح. هنايا نحط مغرفة ملح كبرها هكايا، نحط مغرفتين نتاع ماكلة سكر على خاطر المطعم نتاعها يزم شوية سكري سالي، هذاك علاش نحط مغرفتين. رغم اللي هو بالتمر لكن باش نعمل نوعية أخرى بالجبن، بجبن مرياح الفغوماج هذايا الأبيض اللي مسوس هو اللي باش نعمل به القرص اللي بالجبن. هوني نخلط هذا بالقداء قبل ما نحط الزيت. نجي نكيل الزيت متاعي والا نصب صابين. انتوما فما عباد معناها بالعين تعرف قداش باش تحط زيت. انا نحط هوني صحفه معناها قد قد ما ماهيش فايضه بالزيت. انا اخترت زيت زيان خاطر مطعم الزيت زيتونه فيه تجي بنينه، ومعناها حتى في النكهه يعطي اكثر بنا اكثر مطعم، هذاك علاش نخدم به هو القرص هذوما اللي بالتمر ولا بالجبن. هذه الصحفه نتاعي. توا باش نحط الصحفه هنايا نصبها ونقعد نبسس في الخليط هذايا حتى لين يولي كي الكسكسي، معناها نقعد نحرك فيه بيديا، نفركه مليح مليح حتى لين يشرب التبسيس نتاعو الكل. انا مادام خلطت هذا فاطمه نعطيكم الكلمه وترجعوا لي مادام انا كملت بسستو. ميرسي بوكو شيف فتحي. لوغ نرجعو نحكيو مع كاهنه غزايل، اليوم ما عندهاش جبن باش تاكلو دونك باش تخدم برك. وعندها قدام البرودوي. اي حق امك تاكلو البرودوي تاكلو. مدام موريا تاكلو. مدام موريا تاكلو. نذكر بالمعرض كاهنه. المعرض نحن موجودين ديجا في معرض نابل الدولي من نهار 17 نهار 5 ماي. ندخلوا من الباب. تمشي على اليسار، لا ما لازمنا نقولوا لهم منين خاطر ما كانش يغلطوا. تطلع في الدريجات على اليسار، تمشي طول تلقى باب كبير على اليسار، تعاود تدور على اليسار تلقى ستو مدام منيا غزايل. وعندنا معرض اخر في ان شاء الله في رمضان من نهار 22 نهار 26 ماي، نهر الفنون طريق تنيور كيلومتر 3 صفاقس. باهي برشا. باهي نحكيو نبداو نحكيو على برودوي. نحكيو على تو عندنا عاملين بروموسيون في الجام اونتي تاج وانتي سيرم. في المعرض نابل وفي السونتر. في السونتر اي زوز ديجا هذه سوربريز للمعرض يعني. عاملين 10% في الجام اونتي تاج وجام اونتي سيرم، واللي يحب ياخذ الجرونادين زاده واحده فيها بروموسيون والانتي سيرم واحده فيه بروموسيون. باهي خلينا نحكيو شويه على الانتي سيرم. الانتي سيرم اللي هو فما برشا ناس عندهم لي بوش وعندهم الغرقه وعندهم الكحوليه عندهم برشا حكايات مشاكل تحت عينيهم، كيفاش نستعملوه؟ معناها اسكو لازم نباتوا بيه ما باتوش بيه؟ احكي لنا عليه. لونتي سيرم ديجا يتستعملوا دو فوا بار سومين، ما نباتوش بيه خاطرو سي ان تي بو فور.
هو سي جوست ديغراداسيون دو كولور بتيت ابتي لي البو تولي كلير شويه فهمت مي تستعمل لونتي سيان تعمل زيت زيتونه من الاول تحت الوجه كامل هو خاطر تستعمل تنجم تستعمل لونتي سيان زاد على كلكو تاش في الوجه فهمت اي تعمل زيت زيتونه ومن بعد تعمل لونتي سيان تقعد بيه 20 مينوت وانت وال يعني وجه الكليونت فهمت يعني معنا من جوست كامتنو يعني لونتي سيان نقعدوا بيه 20 مينوت بعدها تمسح بشكير مبلول ومن بعدها تشلل بالماء اي تقعدي هذه عندنا معها القماش هذه نحكيو في القام القماش اون فوا بار سيمين تستعمل زاده في الليل فوق لونتي سيرن او بيان لونتي تاش يعني طريقه الاستعمال كيف كيف جوست لونتي سيرن دو فوا بار سيمين او لونتي تاش ليله بعد ليله فهمت لحظه براس امك عندنا تليفون مدام نجمه معنا بكري مرحبا بك مدام الو صباح الخير مرحبا مرحبا يعيشك الوغ مدام نجمه كانت تحكي لنا على تجربتك مع برودوي بيماغا الطبيعي اي انا خديت ذاك نتاع التسميم بنتي كانت ضعيفه برشا وعينها محوقه ووجهها اصفر في حال الحصيله كنت لها الدواء هذايا نتاع التسميم قداش سمنت قداش زاد كيلوات 3 كيلو 3 كيلو في قداش في شهر محصل فهمتك باهي باهين معناها ما هي تحسها مش ديما تاخذ مليح ساعه وكلتو لها شهر هذاك يعني فهمت ولات لاباس فما تحسن كبير فما تحسن هذاك اش حبيت نقول لك اوكي هو في العاده يزيدوا 8 كيلو بنتك زاد 3 كيلو كل واحد وبدنه وكل واحد والتغذيه نتاعو اما كي زاد 3 كيلو سي ديجا حاجه باهيه بي هي كانت ضعيفه برشا برشا وما قلت لها حتى حل حصيل والدواء هذا خذيته عنده شهر مشي معاها بالكدا بالكدا تحسنت بالكدا حتى وجهها كان اصفر هكا ولات وجهها باهي فهمت وجه احمر هكا التحويقه في عينيها تنحت اي يعطيكم الصحه ميرسي بوكو مدام نجمه يعطيك الصحه عايشك ميرسي لحظه حتى في الروضه قالت لي المعلم نتاعها راي ولا تاكل بالقدا ولا اصنط ولا فهمتي حاجه باهية بارك الله وانت اقفلها بالماكله مدام زاد راهو نعم انت اقفلها بالماكله معناها شجعها باش تاكل وكل شيء لا تاكل هي من اللي خذت لها الدواء هذاك ولا تاكل بالقدا ولا هي تاخذ منه البرودوي هذايا قالت لك كاين لازمك تزيد تاخذ منه البرودوي كيف مشى مع بنتك مش كان بون هي ما نعرفش قداش عمرها بنتها في الروضه في الروضه دونك تنجم اي دونك فيه يعني البسيس والفاكهه ما يقلقش يعني يحل اي العسل وكل شيء ما يقلقش يحل لها الشهية ميرسي مدام نجم يعطيك الصحة إذا نحب نقول حاجة في الموضوع هذايا هو في التسمين ديما صعيب أصعب من أنك تضعف بالعكس كي باش تسمن أصعب من أنك باش تضعف هو العبيد من الصغار نورمال الصغار الصغيرات توا هذيا معناتها يحللها الشهية ويشرها انها تاكل ويلزم تخلط طولها كيف ما تقول في العسل اللي يطلع عسل دونك 3 كيلو باغ موا بالنسبة لاربع كيلو عمرها نص باهي سيرتو في الروضة تتحرك وتلعب وسبور وكل شيء دونك سافا 3 كيلو تخي بيان نرجع للعشبه الاخرى نتاع التضيف اللي تهم 99 من الشعب 99% من الشعب العشبه نتاع التضيف العشبه نتاع التضيف فما ناس يستعملوها ثلاثه مرات فما شكون تنصحوا مرتين اكاهاو فما شكون يستعملها وما يشربش الماء وما ويقعد ياكل بالكدا بالكدا ايش تقول لهم؟ والله انا نقول لهم استعملوها دو موا الاولانيين ساعه هذاك ومن بعد رتح وبعدها عاود خوض يعني ديما اعمل طون دو بوز لبدنك مش يعاود يستابيليزي فوالا وتعاود تاخذها هذه ديجا تريتمون نتاع دو موا يعني ولازم الماء تشرب خاطر ديجا الريتونسيون دو والماء كله مش يخرج يعني عرق وكل شيء على القيله يعوض شويه هاكا بالماء مي با اوبليغاتوار با اوبليغاسيون 2 لتر دو لازمتهم في البدن اي وبربي سامحني على الكريم برشا عبيد يعني يستعملوها هكيك يعني جوست يدهنوا ويخرجوا لازم يغطيو بابي سيلوفان مش تسخن مش تسخن يعرقوا مش نجم تعطي الافيكاسيتي نتاعها خير
فهمتك. باهي عندنا مدام قولي لي كامل جوست حبيت على الاستعمال ناكد عليه خاطر انا استعملتها على اول ما خرجت عندكم الكريم هذايا تحطها تعمل بابي سيلوفون وتخرج تعمل مارش والا كان عندك تابي سال سبا والا تقضي المهم تتحرك بها قضيه مش برشا فرانشمان اما يلزم شويه مارش رابيد معناتها الي تري افيكاس. اي باهي عندنا مدام ايناس معانا. صباح الخير مدام. بخير شنو حوالك؟ لاباس عايشة الحمد لله. شبيك مدام ماكش فايقة حسيتك ولا كيفاه؟ عطيوها المورينجا عطيوها المورينجا مدام ايناس استعملت برودوي بيمو كان تحكي لنا؟ اي خذيت هاي ضحكت باهي ينحي الحبح. انا مشيت على اساس شنخو معناها باش نحي ليتاش عندي ليتاش. اي وقتها بنت مدام منيا قالت لي لا ما نجموش نعطيوك هذاك الا ما تنحي الحب. فهمتك. حتى الخدمون تاع اللي نحي الحب صابونه ومعها دبوسه فيها برودوي اخضر و... ومعها المورينجا. مورينجا لا عند 3 شهور تعمل فيه صافا وجي تحسن جست مازالو ليتاش ان شاء الله نكمل البرودوي نتاع ليتاش الكام تاع ليتاش. قداش عندك تستعمل فيه البرودوي هذا مدام ايناس؟ عندي بريسك 3 موا. باهي سي بيان يعطيك الصحه مدام. احلاه قول مدام منيا زين ميرسي بوكو. مشيت برشا للطب الجلدة خسرت برشا فلوس ما شفت شيء. بالعكس ديما يزيد واني عندي انسوفيزونس غينال ما نجمش نشرب الدوايات لحد شيء. تستعملت الدوايات الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ندخل كام الثاني نتاع ليتاش وان شاء الله تمشي معايا. ان شاء الله. ميرسي مدام يعيشك ايناس ميرسي. بيه نحكيو عليها تاع الحب وليزاكني بون هي الكور تقعد يعني نستعملوهم الكات موا سي موا وي موا انت والعبد فهمتها. مي مش تعطي افيكاسيتي خير تاخذ معاها المورينجا نفهم لها حتى انت لازم تاخذ المورينجا على الاقل 3 موا الاولانيين 4 موا سوكسيسيف تاخذها كل يوم خاطر تقوي المناعه وان بلوس دو سا تنظف لك البدن من داخل. وما نعطيوش ال يعني لونتيتاج قبل الاكناء ديما تنحي الحب تصفي وجهك ومن بعدها تنحي له الكحوليه. هذاك علاش العبد ما لازموش يعاند على شكون لازم يمشي يوسع باله فوالا كونسلتي شنو ياخذ شنو ما ياخذش. فما برشا كي يجيو مالهو مش كي يعني يقول لك اعطيهم لي زوز ونتحمل مسؤوليتي او ماكش انت تحمل مسؤوليه خاطر الريزولتا كي يجي يعني ما عندكش ريزولتا او بيان تعمل لك اليرجي في وجهك ولا حاجه ولا تزيد عليك فوالا دونك لازم كل واحد فوالا لازم كل واحد يوسع باله وهو يعني ان تريتمون معين تنحي الحب وبعدها تنحي التاش يعني ما نجموش الزوز مع بعضهم. عندنا مدام سميره معنا في التليفون. صباح الخير مدام. صباح النور. شنو احوالك؟ الحمد لله الحمد لله. الو مدام سميره تعطينا فكره على تجربتك مع بيموج الطبيعي؟ ايه خذيت دونتي فان ايه محوقه برشا و والحمد لله لاباس. وخذيت انتي ريد وانتي سير. ايه وتنحاو لي ريد ولا شويه وبرا ولا كيفاه؟ لا لاباس وبيان وجهي اصلا. هيا بي بيض لي وجهي. صح فهمتك. في قداش عطاوك تخاتمون؟ المدة نتاع تخاتمون قداش؟ الو؟ مشيت قالت وجهي بياض ومشيت؟ ايه في قصار مش تحول تحب وجهي بياض بالسلامة. اوكي تحياتنا لمدام سميرة. نحب نقول حاجة وهذيا معناتها شهيدة إحقاقا للحق باش نقولها. أنا فما مرة مع مدام منيا غزايل عملت لي مع لو باك فيزاج ووقتها قالت لي انت معناتها وجهكم ما يستحقش برشا برودوي هذايا راه باش نعطيه لك كادو لتماما. توا المدام اللي كانت في التليفون ذكرتني بنفس الكلمه اللي قالت لي قالت لي فيت كي نعملوا وجهي ينور ويبياض دونك ميزا باغ اللي ينحي لو ريد الوجه تولي فيه نظاره كو ديكلا فوالا اللي باش يبيضها خذيت لونتي سيرن ما ان فيت ام دوني لانتي سير لي ليفت لي ليفت الواحد لي ولا شنو بالله هذا الكل والله في بال برشا مرات يا انا في باليش هكا قطعت لي ولي سكاربو تقعني في برودوي
هو ديجا نحب نقول حاجه اخرى جوستي كاينه معناتها طبقت قلت لماما الا ليتر اللي قالت لي مدام منيا معناتها كل وحده كيفاش تعملها كومون يفو تابوتي يلزم تستعملوا كيف ما تقول لكم بالضبط باش تلقى لو ريزولتا فوالا يعني ما تبداش هيك الواحد يتفلسف وحده سي جوست تعمل كيف ما نقولوا عليه طبق زيت زيتونه سيروم عندك ليسكارغو هذوما في الليل هذه بون تنجم تستعملها كيف الليل كيف النهار خاطر فيها اليو في كيف كيف عندك الليل يفت كي الصباح كي الليل ومن اون بلوس دو سا نجم نستعملوا اكران وعندك ليكران يعني لازم واحد كيف كيف يوسع باله ويعمل كيف ما نقولوا نحن تابوتي وتعمل مساج لوجهك وتسيس وقدرة ربي لاباس سي فغي على خاطر فما برشا عباد تقول لهم اعمل مثلا نص ساعه يخليوك اربع سوايع يخليوك اربع سوايع بالعام هو هو الجام لونتيري تنجم تبات بها ما فما حتى قلق يعني ديجا هي تستعمل لا في لونتيري لونتيسير ما تباتش بها اربع داس اربع دراج ويبداو يحكوا نحن نقولها يا بنتي حطها حطان يعني هما يحبوا في وقتها تاع لازمها تبي لازم تطلعها القشطه هو حط خليها في عقلها نورمال تاع شهر شهرين ما يسالش لا يبدا يحك لك وقول عليه هو يعرف خير يبات لك بها وبغض ويجيك اه ويجيك كيفاش عندنا مدام اميره معانا صباح الخير مدام عسلامه شنو احوالك؟ عايشك عايشك لاباس باهي نحكيو على بيماك انا خذيت البرودوي بما خذيت انا وخذيت ماما انا خذيت الماسك والسيروم للشعر فرحانه بيه برشا بصراحه حتى الريزولتا ظاهره ومعناتها ظاهره حتى مش كان لي انا حتى اللي يعرفوني ظاهر شعري تصلح باهيه من الابليكاسيون الاولى اللي انا حسيت فيها الماسك باهي عطا ايفي معناتها عباره على كيراتين فرانشمون انا فرحانه في الاول كنت متخوفه الماسك ولا الزيت تلويل ماجي الماسك يعطيها الصحة مدام منيا فرحت بينا كي هنا بوختو نهار جينا أيوة أمك شنو خذيت؟ قلت أنا خذيت كذا وأمي خذيت أمك شنو خذيت؟ أمي خذيت أونتي غيد أونتي غيد أي زاد باهي فرحانة بيه ودغني مون زاد خذيت التيزان نتاعهم المانسيسور زاد باهي أي عجبتني مازال كي بديت فيها توا دو سومان عندي جوز كيلو و 500 برافو أي بيان سو خذيتها مع برشا شربت برشا ماء خاطر دابيتود كنت ما نشربش الماء مدام منيا قالت لي خذ الماء اي مع دي ليتر ماء وبون فرحانه الحقيقه بالريزولتا يعطيها الصحه واحنا فرحانين بالتيمونياج نتاعك مدام اميره ميرسي بوكو عايشك عايشك دنيا عايشك اختي الباهيه الوغ نرجعو نحكيو الشعر وي ما حكيناش على الشوفو بلون ستاب شوفو بلون ديجا اي تبع الشعر تبع الشعر اي فوالا اي هذيك هي قالت الماسك ما سامحوني اي بالمراحل باهي ميتي ابي با يا شوميو وتقريو باهي الماسك هي ردوكم صغار داخلين بعض ما ذوكم اللي زلاز نتاع حبيبه دونك ضحك هاو العشيه من الكريم الماسك ايه عشعر نظيف دو فوا باغ سومان تغسل تعمل بيت بيت ولو لوندوما تعاود تغسل تخي بيان سيروم قبل ما تجبد شعرك بعد ما تغسل وتجيب الشعر مبلول شوية. مبلول شويه تعمله بعد تجبد شعرك نورمال ال ستوب ستوب شوف بلون نستعملوه زاد كيف كيف على الشعر نظيف سي تاع تريتمون تاع عام كامل ديما نقولوا راهو عام كامل ماهوش اقل من عام يعني كل شهر شهر ونص تاخذ منها اللوسيون تستعمل زاد على شعر نظيف تغسل تخليه مندي شويه تفش شعر راسي كلها تعمل مساج وبعدها تكمل تشيح شعرك وتخرج المهم عام كامل مش اقل ويذولي معاه المورينجا ساعات تعطيه ولا هيلث ساعات للي يحب يقوي المناعه فهمت واللي عنده برشا شيب وكل شيء صحيح معاه المورينجا باهي نعاودوا نذكروا بالادغاس نذكروا بالتليفونات في المعارض باهي المعارض الساعة معرض نابل الدولي من لو 17 حتكش لو 5 ماي ان شاء الله عندنا معرض اخر في رمضان لو 22 ماي حتكش لو 26 نهر الفنون طريق تنيور كيلومتر 3 لادغيس نهج الخلفاء الراشدين تطلع على السعدة الجامعة اليسار رون بوان الكبير فيه الفارماسي دورو على اليمين ثاني دورو على اليسار بعد ثاني دورو على اليسار باهي لا نيميرو تليفون 29 031 032 98 20 00 23 22 341 341 24 355 031
باهي باش نذكر ديما نقول 29-01-30-32 للليفغيزون من سوسه وصفاقس برك. اي ويمشيو هما للترونسبورتور. فوالا. باهي نعاودو نذكروا عندكم 10% الجام. فوالا عندنا 10% في الجام نتاع لونتيتاج وجام انتي سيرم، عندنا مزاد 10% في الجام انتي ريد، يعني للي ياخذوا اي برودوي نتاع انتي ريد والجام فيها 10%. وعندنا الويل زاد كيف كيف الويل ماجيك فيه 10% في المعرض وفي السونتر. اي باهي برشا. دونك ميرسي بوكو كهنا غزال، يعطيك الصحة. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. تنويشة بنينة، بنيتينا حنينة، عبيدة معك ديما معك ديما معك معك معك، فرح أحبابك لوق أصحابك، طيب جاري للبردان، بعدات سخونة طيب مقرونة، قلت ما تنزيد دهروس زيد دهروس دروس دروس ماكلة تونسية حلات السهرية تصنيف ماريا ما يوفاش، وماكلتنا بنينة عبيدة محبة وتصنيف وعشرة سنين. نحن اللي ديما نقراو حساب الجار، نقسمو الكتب وما ننساو حق اللي شقاه وتعب، كي نودو نودو بالوافي لي فما فما، ونعطيو كار اللمة وديما الخير بزايد، كيف العادة والعوايد، نحنا هك توينسا وسرنا المحبة، وردة سرها المحبة.